بونجور مي فان، بونجور مي زامي، ياك بحال هكذا كيدير الشيف كيمو أو لا لا؟ مرحبا بك سي كمال، ساعة مبروكة وأنا فرحانة بزاف نستقبلك عندي هنايا في البلاطو. الفيرسو. جوج بينا فيرسو. عفوا خلقنا في نهار واحد. أجي واش نفس العام ولا ماشي نفس العام؟ لا أنا 67. أنت مازال صغيرة عليا. والله يخليك، صدق الله عليك. أنا قد الوالد. لا 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 الله يا ودي باقي شباب، شباب في القلب. الله يخليك. إيوا قول لي دابا راه جايب ذاك النهار كنت كنتكلم معاه في التليفون. ايوا كانت معاه الوالده، والوالده هضرات لينا على واحد الشهيوه كانت كديرها زمان زمان ياك. خدات على يماها. لا لا شوف اللي زوين فيك هو انك انت كتعطي كاع داك الشهيوه العائله وتتقاسم لي سكري ديالك. الله يعطيك الصحه. المشكله انا بغيت هاد المغاربه كلهم داخل الوطن وخارج الوطن ياكلوا مزيان ويتمتعوا، يعرفونا كاع الشانه كلهم بارطاجيو. وما كرهتش انا تنصكم المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، اي مغربي يشي عيط لامو يقول لها مامي اعطينا شي شهيوه نصيفطوها حتى حنا نبارطاجيو. انا ما كرهتش شي واحد من اسفي، واحد من ازمه، واحد من كازا، كلشي نبارطاجيو لي غوسيت ان شاء الله. علاش؟ ايوا والله يعطيك الصحه. انا بعدا كاينه راه شميت داكشي فاش كان كيوجد. شميت الروائح العطيره، هي الوصفه غادي تجيكم شي شويه غريبه من حيث المكونات اللي مستعملين فيها، لان هذه على كيف تيقولوا المحمر ديال زمان باللحم، غير هذا بالدجاج، ولاني الاضافه اللي زدنا هي خزو محكوك ومطيشه محكوكه. هما اللي غيعطيونا واحد التعسيله، وغادي ندوي ان ميلونج اونتر لو سكري اي لو سالي. هكذاك هي حيت كاينه البصله شي شويه بزايد. البصله باش تغمر. ها نعم، داك التغميره كتجي معسله وكتجي واقفه، حنا في التالي راه ما تيبقاش يبان لينا خزو. التغميره فاش كطيب خزو تولي بحال كتبان بحال التفايه، بحال شكل بصله التفايه. برافو عليك. وشنو باش غادي تتبلها؟ الوغ العطريه ديالنا عندنا الخرقوم، عندنا فليفله حمراء، عندنا سكينجبير، وعندنا الابزار. إيه. وهذه السمينه. اييه ديال لاله شوميشه. وهذه المليحه. عندنا البصله محكوكه، اللوز ان شاء الله تيوجد، وهذه خزو، جوج خزويات محكوكين وجوج مطيشات محكوكين. والتويمه. والتويمه وبيان سيغ البولي ديالنا. نعم. وشفتك هنايا الزيت الرومي. عندنا الزيت الرفيعه ديال السي كمال. الله يحفظك. غزاله تبارك الله، انا ذقتها. بقى جديدة هذه. جديدة. لأنه بقي الطيبة ديال الزيتون. طيبة الزيتون باقا مجهدة فيها، غزالة الريحة ديالها. الله يسخر لك فيها إن شاء الله سي كمال. حنا ما غاديش نستعملوا الزيت البلدية. علاش؟ لأن المحمر، المحمر أصلا كيف تنقول لكم، المحمر تيدار غير بالزيت الرومية، ما تيدارش فيه البلدية. وكيجي على الطيبة ديال السمن. وتيجي على الطيبة ديال السمن. برافو عليك. وهذه الحزيمة ديال بحال القدرة، مادام القدرة ما تنديروش القدرة باللوز كيف تيكون فيها السمن والزبدة. السمن والزبدة أو السمن والزيت الرومية. نعم. ألوغ نبداو بسم الله. الطبق ديالنا بسم الله. بسم الله بسم الله. أول حاجة غادي تشرمل داك الدجاج. بسم الله. وراه يدك لذيذة. أنا فايت من أنا على الله. أنت نهار صيبتي لي هنايا يعني. الحمد لله. في رمضان كان وجد لي الطاجين ديال الملوجة بالزيتون مسلالة. جبتو معايا من فاس. كنت جبتي معاك من فاس. وتبارك الله عليك عرفتي هكا 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 فاش طاب الطاجين جا من ألد ما يكون. وهي اللذة راه كاينه ولا ما كايناش. شوف داكشي اللذة كاينه ولا ما كايناش. داكشي هذه الوالده، الوالده اللي غادي تكون بايسه الكليد ديالك باش خارج فيها هذيك اللذة. الوغ دائما تندير معلقه معلقه من كل حاجه كيف شتيو. غادي ناخذ معلقه ديال السمن. هذا راه ما مجهدش. ايوا نكثروا غير ما تخافوش منه لان هذا مصوب على اليد. ايوا وفي وفي نوفي باش يجي باش تجي البنات السمن. انا كيعجبني السمن في الدجاج تيجي. وفي السكسو انا جو لادور حتى في السكسو مدام. وفي القدره. اييه نزيد واحد المعلقه ما فيها باس. فوالا دابا هذه هي لاكريم باش غادي تدلك داك الدجاجه. الو دابا من بعد شنو بقى لنا؟ بقى لنا المليحه. المليحه والثومه. انا ما تنديش ملح بزاف على حسب البوسه الجديده. أيه. الحاجه نسينا واحد القضيه شويه تاع شويه ديال البزار. هينتي في البزار تكون خفيف. المعلقه انا ما تنبغيش البزار بزاف لان الوغ شنو بقى لنا؟ التويمه محكوكه. بقى لنا التويمه. ها هما جوج دريسات ديال الثومه. غادي نقبطوا الزويته الروميه. قيمت قلتي لي قبيله قيمت شي نص كاس. نص كاس زيت دابا غادي نصوبو غير باش ندهنوا الدجاجه. وابخي عاد نصبوها. نصبوها بسم الله. دابا هاد التخليطه اللي غادي نوجدوا اولا هاد الشرموله غادي ناخذوها وغادي نفركوا بها مزيان الدجاج من الداخل. تفرك مزيان و
وصافي وساهل. تجي شارب هذاك القوام وداك العطريه. لا لا شومي شارب غير انا تنقول للعيالات راه غير النهار الاول اللي صعيب. اي صعيب غير يبدو. اين فوا تدخل الكوزينه علاش المراه تيطلع لها الدم تتقول لك ما نعاودش ندخل الكوزينه. سي كمال دابا راه كل شيء ولا تيطيب. برافو ورجال. اذا راه هو يصعب غير البدو، النهار الاول غادي ندير واحد الحاجه يمكن لا ما صدقناش هي هذيك، شويه غادي نبداو كنفهموا علاش ما صدقاتش، واش الفران، واش ما العافيه كانت مجهده، واش هذه واش هذه، وحنا غاديين وحنا كنتعلموا. عندي واحد الملاحظه مزيانه غنقولها للجمهور ديالي، الله يخليكم الرجال، ملي طيب لكم مراتكم شي طاجين بقاو تقولوا لها الله يعطيك الصحه وحمر ما يعجبكش، عرفتي علاش؟ نعم. حيت لافار ملي تتقول الله يعطيك الصحه حبيبه اش تقول هي؟ ويلي 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 انا تعلمت دونك الله غدا غتبقى تتاميليوغي والراجل تيقول لها لا تيقول لها الراجل ما بيهش تتقول لك انا هو ما تيقوليش الله يعطيك الصحه ما داخلاش يلا. لا لا صافي دابا شوف حنا غادي خاصنا ندخلوا الناس كامله هما والله الا خاصنا نديروا شي ايميسيون ديال شو ايميسيون ديال تيسميوها قول هاد انا في خباك تدخلني الفرنساويه كتخونك الفرنساويه شوف وقت ما جاتك قولها واحد ليميسيون ديال والله تنتفكر انا المهم انا تنصوب الدجاجه وانا تنتفكر تيسميوها انا نقول لكم ديال اش هي بعدا ليميسيون لا ماشي ليميسيون شي اكله لا غير واحد الكلمه بالفرنساويه تعلمت هذه شي 20 عام شنو لا شنو بغات تعني بالعربيه وانا نقولها شنو بغات تعني بالعربيه اه ان سيون ان سيونس ان سيونس دو ديغوستاسيون لا ماشي ديغوستاسيون ان سيونس وهي قولها لي بالعربيه بالعربيه انا نفسي بحال دابا نبداو ندوي لهم نبداو ندوي لهم دي لوسون نبداو ندوي لهم دي لوسون اييه باش نحببوهم دي سيونس دابرونتيساج اولا دي سيونس دو فورماسيون هاد دابرونتيساج يا ربي يا ربي مشات لي ويلي ويلي انا جو سي اوتو ديداكت راكم عارفين ملي تنقول لكم انا اوتو ديداكت احسن حاجه قال لي تنغلط مره مره ما سي با غاف شوف الناس كلها تتعلم واحد الفان كتب لي قال لي شتي انت الحلاوه ديالك هي في داك الاغلاط اللي تدير لا ما كدير اغلاط ما فهمتينيش قال لي تقول شي مصطلحات تعجبوني ما كاينينش مصطلحات ديالكم وحدكم هانتوما الحزمه ديال القصبور في كرش الدجاجه باش تطلق لينا نسمه وما تخدرش اي داك يوم سالونا سالونا نحيدوها ها نعم شو على تشرميله تشرميله الدجيجه ديالها تبارك الله عرفتي هيا انت هذاك الشرموله باينه غزاله لا لا شو مش قلت لك هذا ولا تسليدك لا تحلي الطنجره على مرسيدي مرحبا مرحبا غادي تبغي تصبق غادي دير البصيله هي الاولى ياك دير الزيت تقريبا شحال شي نص كاس مزيانه نص كاس صغيره على حسب هي كتبغي تجي واقفه داك التخميره في الزويته ها نعم غنسيب هاد الاخر هنايا بغيتي نعطيك هاد المشاورات هاو عندي هاكا هو هذا ميرسي غنديرو البصله محكوكه هنا شحال قلتي لي قيمت جوج بصلات هادو جوج بصلات صغار تيتحكو تيتحكو ها نعم ايوا ها انا سيدي تفضل انا درت معاك انا البركه شي شويه واه البركه ديالك ضروري اللي خطيك الله يسلمك الو حاجه وحده باش ما تجيناش الدغميره زعما باهته في اللون ما فيها باس نزيدو لها شويه الفلفله حمراء تنزيدو شويه الفلفله حمراء حتى الخرقوم راه حتى يعطي اللون هي معلومه مدام نزيدو شويه الفلفله حمراء وشويه الخرقوم غادي نخليو الطنجره ديالنا تشحر واحد شويه اييه داك البصيله نسمع الو غادي نزيدو خيزو ونزيدو مطيشه راه هو تيذوب خيزو على فكره راه كنذكروا الناس اللي تيشوفوا عاد جاوا يشوفونا دابا انه داك خيزو منين كيطيب كيذوب وكيتعسل مع داك البصيله وكيتغمر هو مطيشه لا لا سوميشا انا جوفي تدير واحد لو سكري قول لي عندي واحد السيده في كازا نعم سي تونامي معرفه ديال 20 عام ايه تبارك الله عليها خدات ما بين الطبخ الفاسي والمراكشي تتحضي بلا انكرويابل هاد البلا هاد عندي اليقين جات التليفون تعيط لي تقول لي كامل راه ما فهمتش درتي خيزو مطيشه في المحمر نعم غادي تمشي تطيب وغادي تعيط غادي يعجبها لان لا انا راه دقت الدغميره لانها راه واجده عندنا هنا الريحه ديالها وحتى اللون غادي تشوفوا غادي تجيكم شي حاجه غريبه في المنظر راه كيبان تماما بحال الا مدغمرين غير البصله مدغمرين غير البصله بحال مدايرين غير البصله
وتحيه خاصه لنجيه الوالده من هذا المنبر. كنسلم عليك نجيه، وان شاء الله انا ما كرهت شيء، وشكرا على الزهر اللي صيفطتي لي. راه صيفطات لي واحد الزهر اللي هو يا حايل، يعني مشرفاه ومقاده. الله يعطيك الخير، بارك الله فيك. الهلا يخطيك. الو الطنجره هي دابا كيف تتشوفوا هي كتقلى شويه، كتقلى واحد شويه باش نديروا الدجيجه ديالنا وصافي نتسناوها طيب. غتبغي نزيد لها شويه السمن ولا بركه غير السمنه؟ لا بركه هاد السمنه اللي هنا غادي تطلق سميتو. ايوا كمل لي، منين غادي نديروا الدجاجه طيب؟ غادي طيب الدجاجه، غادي ندخلوها واحد ندخلها تقريبا واحد 20 مينوت للفران. وغادي ندخلها 20 مينوت للفران، غادي نحطوها في الطبق ديالنا وغادي نستفوا الضغميره وندوي عليها اللوز مقلي. مخيب اللوز مقلي هو ده هنا. تخي فاسيل مدام، خصنا نعطيو لي غوسيط باش بنادم يبقى دغيا دغيا يدخل الشيء هادي. يمكن راجل يدخل هو مراته حتى 12 لوحده وربعة راه تيتغدى. باسكو الدجاج ما تياخذش بزاف الوقت. بزاف الوقت كثير شي، الا كان هادو الفرخ ديال الدجاج صغار يكونوا مزيانين دغيا يطيبوا. غير هي الدغميره كتبغي توقف وكتبغي ملي تنحيدوا الدجاج كتبقى ديك الدغميره فوق العافيه كتضغط. لا لا شوميشا، انا عندي واحد الملاحظه على الناس اللي تيطيبوا، تهضر على العيالات ولا البنيتات اللي تيتعلموا يطيبوا. حتى الرجال شوف حاولوا الله يخليكم طنجره تقلى. تخليوها تلبى، لان الطبخ المغربي الا بقى فيه داك البيوهات عمره ما يجي لذيذ. ولا بيسين فين مازال غنصور. وانت تشوف لا شوميشا تيقول لك ما طلعليش الطاجين، هو ما عاش معاه. تيخصك تعيش. ونزيد واحد القضيه، تيدوك لي زانكغيدون اللي تنعطيوهم تيقول لي ما جاش الطاجين زوين. راك انت تطيب وانت تذوق، خاصك تغني عليه. شوف انا تنقول لهم الفو فيفغ لو مومون مع الطاجين. تبقى معاك. راه انا هذه من الاشياء اللي كتعجبني في البرنامج ديال كيمو شيفو، كنحس بيك انت عايش مع هذيك الاكله، كتهضر من قلبك، من الداخل ديال القلب ديالك، يعني بلي تخيب ديالك. هكا كتبغي الناس اللي يكونوا في الكوزينه تيطيبوا يعيشوا، ماشي هي جالسه تتفرج في شي مسلسل فيه 200 حلقه. ولا قابلي الطنجره وعيش معها وطلل عليها وتنسم. حنا شحال هادي على عقلتي الجيران، كانت عندنا واحد القضيه زوينه ديال الجيران، كنا ندخل للدار تنشم. اليوم دايرين السردين مقلي. نعم باغودور بصح نيت. اليوم دايرين القدره، لان السمنه ريحه السمن عطات تماما. اش غيكون؟ غيكون القدره باللوز. وكانت الدوقه، تعقل على الدوقه. اي الجيران تيذوقوا بعضهم. شكون انا علمني ناكل المزاود؟ شكون؟ واحد جارنا هذه 50 عام كانوا تيصوبوا مزيودات مقليين. وتيدق تيقول الحاجه المزاوده. لا كانت شحال هكا. تناكل ذاك المزوده نبقى ونشرب الماء والحروم تنغوت. في التالي تيلمون وليت تنعشق ذاك المزاود. وليت تنمشي لواحد الشركه عندنا دابا يمكن الشركه يمكن في كازا. نعم. ولات تصنع واحد الفليفلات صغيرين مضيورين تيتباعوا في لي سوبر مارشي في دي باك. في دي هذوك اللعيبات شنو تيسمى هذوك؟ اي دي باركيت. دي باركيت هذوك لي باركيت. تضحكوا واخا فيكم. دي باركيت وتدير فيهم داك المزيودات. مي تنديرهم انا بالزويته بلديه. اييه. وتتستعمل غير ديك الزيت. كتجي مخيره. دونك الله يجعل البركه. لا نعم اسيدي، هذاك الشيء راه تاير كيتقلى هكا هو ديال الدجاجه. وغادي نخرطوها بشويه الماء ياك. واحد بيني وبينك الدجاج ما خصناش نعطيوه الماء باش ما نتعذبوش في. اييه من بعد في التقليه ديالو. جاب لي الله نهزها هكا. اي تقدر حتى تبقى شي اكسيدون طرافي. ماشي مشكل نهزوها. ها هي بلاتي غادي ندير لك هذيك. غادي في الماء باش ما نضيعوش داك الدميره. هاد الشرموله اللي بقات هنا تنزل. ها انا سيدي نديرو له هكا نحطو حيت هذا السمن تيلصق. لصق شويه ومع الحال بارد سي با كامل هكا. خاصنا دابا نقتلو عليها العافيه ونخليوها طيب على خاطرها. لا على خاطرها واحد الساعه الله رب تكون واجده ان شاء الله. ونقلبوا الدجاجه مره مره. مره مره تنقلبوا الدجاجه. دابا في الاول غنديروها على صدرها هكا ان شاء الله تشرب داك المريقه. صافي ونغطيو عليها. صافي تبارك الله عليك السي كمال. الله يحفظك. دابا حنا غادي نخليوها غير طيب، نجبدوها نديروها تحمر في الفران وندغمروا داك لاصوص اللي كاينه حتى كتجي واقفه غير في الزيت ان شاء الله. وخا راجعي لكم مشاهدينا الكرام من بعد ما يطيب الطبق ديالنا. اتوتالو الدجاجه صافي هي دي بجدات. غادي نجبدوها من الفران تحمرات ياك. الدجاجه المحمره ديالنا اييه غنحطوها هنا. سلها هناك. لا انا نطفي الزيت هذا. دونك نزوها كومسا بشويه
هي طابت ما خدات شي بزاف د الوقت. فوالا غطيها بداك التغميره ديالها اللي جات معسله. جيب لنا نقلبوها على صدقها. نعم نقلبوها تخليها حتى هكا مزيان. بغيتي ديرها متكيه؟ جاب لنا على صدقها. لا لا هكا مزيان. غنقطع لك هادي. ميرسي. هذاك لاصوص غادي تمشي في الجناب ديالها. من بعد غنزيد منها شويه من الصدر حتى هو وندور اللويزات. نقدم انا ولا تقدم انت؟ اي تبارك الله عليك جا غزال. الله يعطيك الصحه. الله يرحم لالا. الله يعطيها الصحه حتى الوالده. شفتي هذاك الدغميره جات معلكه معسله ومعلكه تبارك الله. وما تقولش دابا فيه خز. ما باينش. ما باينش خز. ما يعطيك بحال الدغميره ديال البصله. اه بحال الدغميره ديال البصله. ولكن غنعطيك واحد القضيه. أه. الحموضه المطيشه الجديده. أه. هو ما فيش الحامض. أه. جاي محمض مع الدجاج الجديد. أه. وداك الحلاوه خيزو تقدات مع الحلاوه ديال البصله. سبحان الله العظيم. وعطاو انغو ماني جاو انغو لوكو ديالها جات. دابا انا الوالده ملي عطاتني لا غوسيت بقيت مخلوع قلت الله ما. لا لا جات زوينه جات اكيد غادي تعجبكم. الله يعطيك الصحه سي كمال. مرحبا بك في البرنامج كيمو شيفو. الله يسلمك. وغادي نخلي لك الحلقه وغادي نخلي لك الكلمه ليك اللي غتختم ان شاء الله اليوم غتختم. الله فيك شكرا. وانا جيت سعيد بهذه المفاجاه اللي درتي لي وصافي بليزير. والله يكمل عليك بخير وميرسي بوكو. الله يبارك فيك ودار دارك. مرحبا بك. انت راك دابا يا كاع الناس كلها تبارك الله عليك عزيز عليها. انا قلت لك انا براسي راه كنتابعك في هذا في البرنامج كيمو شيفو. وقت ما بغيتي اجي مرحبا بك وكنسلم على لي فان ديال سي كمال وكنسلم على لي زامي ديال سي كمال. وان شاء الله تدخل عليكم هذه السنه بالصحيحه والسلامه والهنا تبارك الله عليك. باي باي عليكم. باي باي. هذا كيمو هذا كيمو برافو عليه كيمو شيفو كيمو شيفو برافو عليه هذا كيمو هذا كيمو برافو عليه كيمو شيفو كيمو شيفو برافو عليه مخلع عائلة ولد معروف عليه كيمو شيفو كيمو شيفو برافو عليه شيبو لي كيمو جيبو كيمو ويدير لي عليه كيمو شيفو كيمو شيفو برافو عليه شيوة المائدة الملحة والسر عليه كيمو شيفو جاوب عالسؤال بهدية مفتوحة طبخ وطراب والشهية مفتوحة وجاوب عالسؤال والهدية مرموحة وجاوب عالسؤال والهدية مرموحة وجاوب عالسؤال والهدية مرموحة وجاوب عالسؤال